شفتي؟ شفتي شلون سمع كلامي وقام يكتب أفكاري؟ مينون ما يعرف مصلحته. والله عينكم قوية، هم رديته؟ بذمتك، بذمتك قولي. شنو؟ إيش رأيك بأفكاري؟ أفكارك؟ أفكارك بيضة. وأنا أنا. أنتي؟ إيه. أنتي أفكارك سودة. لا تقص عليك هذه. فكر زين وارجع لحقيقتك يا جبان. أنا جبان؟ إيه نعم. لو إنه جبان ما كتب أفكاري. لكن لما يواجه الحقيقة يتراجع. صح. يعني جبان. صح. صح. توك قلت إنك من جبان. كنت شجاع. إيش لون يصير؟ هذه بعد ما فيها شلون. أنا ساعات تلقوني يعني أسد صنديد شجاع، لكن لما يجي وقت اللي لازم تبان فيه الشجاعة أصير أرنب جبان. يعني أنت مثل قوم مكاري. إيه أنا قوم مكاري، خلصوني قوم مكاري. زين أنا بعدي، خلونا أكمل طريقي، خلونا أكمل الموضوع وبعدين تبوا تسوونه سووه، بتناقشوني بتحاسبوني بعدين. أنا توني الحين في أول الطريق، خلني أخلص لما اوصل لنهايه الطريق اللي تستعمل تبي تقولون قولوا اللي تبي تسوونه سووا. فهمتوا؟ الصالح في منزل بو منصور.